نقطة أخرى، يجو الآن اللي راهي ماشية يقول لك راه فيه صراع تاع أجنحة وشنو قال لك سيدي توفيق حاب يطير بوتفليقة وعليها حاب يدز الناس للشارع. يبدو أن توفيق مديان أراد أن يزيح بوتفليقة ولهذا حرك الشارع ضده. Il paraît que توفيق مديان le boss du DRS veut se débarrasser de Bouteflika et il veut pousser les gens dans la rue. شوف احنا نعرفوا وانا كنت تكلمت على هذا الموضوع كثير وحتى خوتنا دخل الحركه الى اخره باللي هناك صراع تاع اجنحه في داخل النظام الجزائري معروفه. النظام الجزائري يعتمد اساسا دائما على ثلاث قواعد اذا على تروا بيلي اذا حبينا نقولوا. ليتا ماجور المخابرات، ليتا ماجور تاع الجيش يعني قياده الاركان والمخابرات والرئاسه. لما يكون الرئيس قوي ليتا ماجور والمخابرات تضعف، هذا شفناه في وقت بومدين والى حد ما في فتره من فترات الشاذلي. ولما يكون الرئيس ضعيف ليتا ماجور والمخابرات تقوى الرئيس يدفع. من اللي جاء من اللي داروا الانقلاب القوه الحقيقيه كانت في يد ليتا ماجور وفي يد المخابرات. الرئيس جابوا بضياف وقتلوه بعد ما مشى لهمش في الخط اللي لقاوه باللي مهما كان مازال فيه الفحوليه تاع الثوره ومازال فيه هذاك الاحساس تاع الثوره، وخاصه انه واحد من كبار الثوار وكذا. قال ما مشى لهمش، قال قتلوه. ومعروفه الان يعني مليون دليل ان هما اللي قتلوا بوضياف. ومن بعد جاء علي كافي. علي كافي مسكين ما يحك ما يسك ما يقولوا حشاكم في المستوى نتاعو، دونك جابوه فترة عام ونص هكذا. ومن بعد جابوه برا ما كان والو. ومن بعد جا زروال. جا زروال مشى من بعد وقع صراع ما بين زروال والعماري. من مشى لهم في البداية شوية، ومن بعد كي ولا رئيس جمهورية حب شوية ياخذ السلطات وجاب معاه بعض الجنرالات منهم فضيل السعيدي ومنهم محمد بتشين. فضيل السعيدي قتلوه معروفة في حادثة في 96، والبتشين بعد سنتين طيحوا في كثير من البتشين طبعا هب عدة ملايير ومئات الملايين من شاف من الدولارات على حسب ما يقولوا، فطيحوه في موضوع الفساد وجابوه برا وزروال تبعوا. وبقى من بعد محمد العماري وتوفيق واسماعيل العماري الى اخره. لكن لما جابوا بعدين اتفقوا جابوا بوتفليقه في 99، ابتداء من 2002 اختلف محمد العماري مع بوتفليقه، وشفنا متذكرين يعني لما كان العماري يسب في بوتفليقه الى اخره. في 2004 اتفقوا توفيق وبوتفليقه على راس العماري محمد العماري، جابوه برا وجابوا معاه 20 واحد من قياده الاركان برا، وبقت السلطه بدل ما كانت موزعه ما بين قياده الاركان لما كان محمد العماري والمخابرات توفيق وبوتفليقه، ابقت السلطه ما بين توفيق وبوتفليقه. من 2004 ل 2009 مشيت الامور بيناتهم ما بين توفيق وبوتفليقه، متقاسمين السلطه. بوتفليقه عنده السلطه الظاهريه وتوفيق عنده السلطه الحقيقيه هو وجماعته مع حوالي 18 جنرال هما اللي ماسكين لاباراك تاع الدارس. لكن في 2009 صارت مشكله، بوتفليقه حب ياكل كما يقولوا، خلينا نقولها لكم بالدارجه، حب ياكل راس توفيق. والتوفيق فاهم هذه، بوتفليقه عدلوا له الدستور ولا قادر يولي يترشح بالمرة الثالثة والرابعة كما يحب. فحب يفكر أنه بعده يجي أخوه وبدأ يرتب الأمور. يرتب الأمور مش برك باش يجي أخوه، لازم ينحي التوفيق وينحي مجموعة من الجنات على المخابرات ويجيب جنرالات اللي تابعين له. فطبعا التوفيق فاهم هذا اللعب هو والمجموعة اللي معاه. وصرا في 2009 مشاكل كبيرة بيناتهم في الصيف، ومن بعد في 2000 ونهاية 2009 اطردقت بيناتهم. كيفاش اطردقت؟ نهار اللي قامت المخابرات واعتقلت كاع الرؤوس تاع سوناطراك، وراكم عارفين القصه تاع سوناطراك ما ندخلش في التفاصيل. من بعد جاء مقتل تاع علي تونسي في فبري، ويبدو انه زرهوني داخل في القتل نتاعو. شفنا فيما بعد انه المخابرات بعد ما استولت على سوناطراك وجابت حطت وزير تاعها هذا يوسفي اللي راه شاد الان الطاقه هو تاع المخابرات، زادت نحت زرهوني وجابت وزير الداخليه هذا ولد قابلي اللي هو ايضا تابع للمخابرات هذا معروف من المالك، ونحوا كل الوزراء اللي تابعين لبوتفليقه، وبوتفليقه ولا في محشور. الان شفنا حتى في وثائق ويكيليكس ان سعيد سعدي لما يتكلم مع التوفيق، توفيق يقول له والله انا حاب الاستقرار والا نحي بوتفليقه، يعني انا بوتفليقه ما يهمنيش. فالناس درك يقول لك اوكي احنا يا خويا هذه المظاهره راهي بالتاكيد وراها الصراعات تاع الاجنحه، والتوفيق حاب ينحل بوتفليقه واحنا ما ندخلوش فيها. احنا نعرفوا بلي المخابرات وفي اي مكان دائما يحبوا يلعبوا،
والنظام هذا الصراع تاع الاجنحه بيناتهم، كل واحد راه يلعب، كل واحد راه يحاول يضرب الاخر من تحت من تحت الحزام. صح، حنا ما يهمناش في هذا الصراع. في 5 اكتوبر ثاني بدات 5 اكتوبر في البدايه الحقيقيه تاعها، كان صراع ما بين جناحين، كان صراع ما بين الجناح نتاع مساعديه اللي كان يسمى جناح المحافظين تاع الفلان، والجناح نتاع الاصلاحيين اللي كان برئاسه حمروش. والمخابرات كانت مع الاصلاحيين، وجزء من المخابرات كان مع الاصلاحيين وجزء من المخابرات كان مع المحافظين، وصرا بيناتهم. لكن الشارع تجاوزهم، هما صحيح بداوا بلا مانيبيلاسيون، بصح الشارع تجاوزهم وتجاوزهم كثير، والنظام بدا تقريبا سقط النظام. بون، خاوتنا ذاك الوقت السياسيين ما عرفوش يديروا المعركة، لكن النظام سقط في 12 اكتوبر، سقط النظام في الجزائر، وعلى الاقل فتح مجال، وفتح مجال ديمقراطي وانتخابات وحرية الى اخره. اذا كون ان المخابرات تحب راهي المخابرات راهي تحب تنحي بوتفليقه، ولا بوتفليقه ينحي بتوفيقه، خلاص الصراع بيناتهم راهو باقي ومش راح يتبدل. احنا كيفاش نقدروا نكون عندنا الذكاء، ويكون عندنا الفكر، ويكون عندنا الانجينيرينغ والهندسه الفكريه الحقيقيه، كيفاش انه حتى كون هما في اطار الصراع نتاعهم احنا نطبعهم في اثنين. احنا ظالم مع ظالم الله يسهل عليه، بصح احنا كيفاش نستفيدوا من الشارع باش يحطم هذا النظام ككل، لان احنا عندنا وقلناها مليون مره، النظام الجزائري كله نظام فاسد، ما عندك ما تخير فيه. سامحوني على هذه الكلمه، كاين تعبير عاصمي يقول لك كي تخير من ولاد الكلبه تدي كلب. انا كنت دائما نقول هذا، نقول للجماعه، نقول سامحوني على هذا التعبير، انا ما نحبش ناخذ كلمات هكذا، لكن باش نبرك نفسر لكم انه النظام الجزائري ما عندك ما تخير فيه. ما تقدرش تقول والله التوفيق خير بوتفليقه، ولا بوتفليقه خير، ولا هذا، وكلها عصابه مشتركه ومتفقه على المصالح. هم مختلفين، شوف هم مختلفين في السياسات مرات، ومختلفين في المصالح مرات، يصير بيناتهم خلاف على المصالح. كي يصير الخلاف تبان الدرس، وتبان التفجيرات، وتبان الضرب من هنا الى اخره. وكثير من العمليات اللي نهبوها للجماعات اللي يقولوا جماعات مسلحه، قام بها جهات تابعه لهذا ولا تابعه لهذاك. والصراع اللي كان ايام علي تونسي، والصراع اللي كان معروف. فهذا الصراع ما بين الجناحين ماهوش جديد، انا شخصيا تكلمت فيه عشرات المرات، ونحن نعرفوه، بصح ما نكونوش احنا من الغباء اننا خلاص ما دام بيناتهم هما صراع احنا نحبسوا، هما يتصرفوا وحنا نكونوا نوتراليزي، نكونوا فروزن، يعني نكونوا مجمدين في اماكننا ونوتراليزي، ماناش قادرين نتصرف. نو، هذا مجال وين نقول اوكي انتم تصارعوا بيناتكم، احنا المهم بالنسبه لنا انكم كلكم تروحوا الى مزبله التاريخ. فهذا ما تخوفناش، وهذا ايضا تبرير في الحقيقه عنده رد، ورد قوي. النقطه الاخرى يقول لك تنسيقيه التغيير ما تمثلنيش، انا لايكي، وكان يقول لك انا اسلامي، وهي ما فيهاش لايكيين، وكان يقول لك ما فيهاش الاسلاميين، ويقولوا عليها تعد نظام الى اخره. بعربية فصحى، تنسيقية التغيير لا تمثلني، أنا علماني أو أنا إسلامي، والتنسيقية لا تضم ناس على مقاسي العلماني أو مقاسي الإسلامي، ولقد سمعت أن التنسيقية من صنع النظام. La CNCD ne me représente pas, je suis laïque ou conservateur ou islamiste, et la CNCD ne contient pas des gens laïques, conservateurs, islamistes, et d'ailleurs, j'ai entendu qu'elle est créée par le pouvoir. هذا ثاني كلام. مرات الناس الدي ار اس لما تتجاوز الاحداث، المخابرات لما تتجاوز الاحداث، تبدا تشكك في كل من يقوم بعمل، كل من يقوم بعمل يشكوا فيها. لا سي ان سي دي هذه في البدايه حبوا يخترقوها. لا سي ان سي دي هي هذه التنسيقيه الوطنيه للتغيير والديمقراطيه. هذه لا سي ان سي دي حبوا يخترقوها في البدايه، وبالفعل بعثوا بعض الشخصيات اللي تابعه للنظام او قريبه منه او عامله له الى اخره. لكن مع الوقت التنسيقية راحت فيها جمعيات عديدة، عشرات الجمعيات وعشرات الشخصيات، فيها سناب اب نتاع خونا رشيد معلاوي والجماعة اللي معاه، كلهم الناس اللي معاه، فيها مجموعات كثيرة من نتاع المختطفين ونتاع ضحايا الاختطاف وضحايا الإرهاب، فيها مجموعات حقوقيه، فيها خونا مصطفى بوشاشي مع منظمه نتاعو، فيها الرجل الفاضل علي يحيى عبد النور. اذا كان واحد تمد له في هذه البلاد في الجزائر ميداليه، ولا يتمد له حقيقه على النضال نتاعو،
الراجل هذا هو الوحيد وزير استقال في 66، علي يحيى عبد النور عمره الآن 90 عام. احنا نشوفوا بعض الناس عمره 45 يقول لك عيد، ولا 35 يقول لك والله غير تعبت. هذا عمره 90 سنة، 90 سنة الشهر الجاي عمره 91 سنة فيما أذكر، 91 سنة وما زال يناضل. ومن 66 في وقت بومدين اللي كان الناس كلها ترتعش من بومدين هو استقال وكان وزير آنذاك، شاف السياسة تاع بومدين فيها أخطاء وفيها استبداد، قال له ما نمشيش معك. فحقيقة التنسيقية فيه بعض العناصر هكذا اللي ماهيش مشكوك في ولائها ولا في أمرها، لكن ماهيش ما فيه ما تأثرش كثير. الأغلبية الغالبة، وإحنا شفنا حتى في الاجتماع الأخير بتاع التنسيقية تغيرت المطالب، يعني بدل ما كانت مطالب اجتماعية وأعطيني الشغل هنا وارفعها للطوارئ، هي ولا التغيير هو تغيير النظام. وإحنا ولذلك رشاد قلنا عندما قالوا المطلب الرئيسي هو تغيير النظام، قلنا نحن ندعمها بقوة بالرغم أننا ما شاركناش فيها رسميا في السياسة دي. إذن وبعدين هذه التنسيقية راهي فيها كاع الأصناف. الجزائر شوف باش نكونوا متفقين، الجزائر ما يمكنش واحد يلغي واحد، لا الإسلام يقدر يلغي العلماني، ولا الوطني يلغي العروبي، ولا العروبي يلغي البربري، ولا البربري يلغي الإسلامي. لازم الناس تعرف تعيش، لازم الناس تعرف تعيش. احنا نعيش هنا في بريطانيا، نشوفوا تشوف كاع الألوان اللي خلقها ربي في هذه الأرض، تشوف كاع الديانات اللي خلقها الله في هذه الأرض، كاع اللغات اللي ممكن الإنسان يسمع بها في هذه البلاد، والناس متعايشة. عندما يكون هناك دولة مؤسسات، دولة قانون، عندما الناس ما تخافش، عندما القانون يطبق على الجميع، ما فيش فرق لا بين أبيض وأسود ولا بين أحمر وأخضر ولا بين ما فيش فروقات لا بين المسيحي والمسلم ولا بين العربي والأجنبي، ما فيش فروقات، كل الناس متساوية أمام القانون. حتى من ناحية الإسلامية سيدنا عمر مقولة تاعو الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد خلطتم أحرارا، وفي حديث أعتقد منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم: الناس متساوون كأسنان المشط. الناس متساوية، ترك كل واحد التقوى في قلبه، ترك لا واحد راه يعتبر روحه. هذه التقوى عند الله سبحانه وتعالى، هو اللي حاسب عليها الناس يوم القيامة، لكن الناس متساوي. وفي الجزائر الناس راهي تقول كاع مسلمين، درك من الناس مختلفة في الأفكار وفي الإيديولوجيات وكذا. احنا ما تقدرش تفرض على الناس تقول له لازم تكون علماني ولا لازم تكون إسلامي ولا لازم تكون بربري ولا لازم تكون، ما تقدرش تفرض عليهم، خلوا الناس تختار. معروف الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حديث شهير: خلوا بيني وبين الناس، يعني خلوا حرية، الحرية أساسية. وحتى بالنسبة لخوتنا الإسلاميين المرات يقولوا إذا كان ربي سبحانه وتعالى جل شأنه يقول ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي ديني، طيب لا يمكن، ليس هناك إكراه، أي شيء يتم بالإكراه ما يتمش. يعني الصلاة لو كانت تتم بالإكراه ما تتمش، الصيام يتم بالإكراه ما يتمش. وبالنسبة للعلمانيين، يا أخي أنتم راكم تقولوا إحنا ديمقراطية وكذا، خلاص علاش تولوا علاش إذا الديمقراطية ما تمشيش معاك تولي استئصالي، تولي نيغاسيونيست، تولي يعني راديكاتور، علاش ليكسكليزيون؟ علاش؟ يفو سافوار ساكسبتي ميتيالمون، يفو كون اريف ان مومون وين اون ساكسبت ميتيالمون. والفاصل بين الناس الصندوق الحقيقي، الانتخابات الحرة والحقيقية، الشعب يختار البرامج اللي تمشي معاه، واللي مشى الان وبعدين ما مشاش بعد 5 سنوات تبدلوا كيما الدول المحترمة يعني. وما فيش واحد اللي بعده الارض ما تدورش، ولا ما فيش الناس اللي راهم يتكلموا على لي زانديسبونسابل لازم يروحوا للسيميتير باش يشوفوا لي زانديسبونسابل. الناس اللي كانوا يقولوا باللي بلا بيه الارض ما تدورش، ولا بلا بيه كون يروح هو البلاد تغرق، ولا ما كانش شعوب تقدر تخرج قياداتها وتخرج. حتى مرات نسمعوا هذه ايضا، وشنو البديل؟ البديل انت وهو والاخر. شكون كان يعرف اللي قام بالثوره الجزائريه قبل 54 55؟ ما كانش اللي كان يعرفهم، بصح مع ذلك هما اللي داروا ثوره عظيمه. اذا ما يغلطوناش وما يدخلوناش في الصراع الاسلامي العلماني، وفي الصراع العروبي البربري، وفي الصراع هذه كلها صراعات النظام يستفيد منها ويغذيها. ومرات تشوف في واحد الويب سايت سب، هذا بربري سيسب في الاسلام، وهذا اسلامي سيسب في القبائل، وهذا مش هذا لا. القبائل مرات يكون اسلامهم اكبر من اسلام اللي يدعون غير ذلك، والعكس صحيح، وكاين اسلاميين اكثر ديمقراطيه من هذول اللي يدعوا الديمقراطيه. يفو با سوتو بروكلامي ويبدا الانسان هو يدير في روحه في حاجات ماهيش صحيحه.